عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد اوقاتكم متابعينا الاعزاء، معكم الدكتورة صيدلانية ريهام حسين المناوي. حبيت اقدم بهذا الفيديو منتج لايتر كاندل، مرطب عام للبشرة، للايدي، للقدمين، للشفايف. محتوياته كلها اعشاب طبيعية ربنا خلقها، جزر، شمندر، حمضيات، صبار. وهلا حفرجيكم فيديو قصير عن كيف بستخرج الاعشاب الطبيعية وبشكلها على شكل كريم. تحياتي للجميع. بكون بستخلص قاعدة الشمندر، شايفينه حبات الشمندر، حبيت افرجيكم اياه بالفيديو، وايضا الحمضيات عشان تكونوا بالصورة، والجزر والاعشاب الاخرى المفيدة للبشرة. هلا بصفيه، بعد ما بصفيه افرجيكم كيف بصفيه طبعا في المصفاية، لاخد كل المستخلص منه وابلش ان اعمل الماسكات والكريمات بتاعت البشرة والصوابين ايضا. وهيك سبحان الله طلع لنا الخلاصة الطبيعية. هاي صبغة طبيعية بالشمندر وايضا بالجزر والصبار والحمضيات، لون طبيعي، ريحتها كتير طبيعية، ما احلى ريحتها. حبيت افرجيكم اياه علشان تكون الثقة عنوان النجاح تبعنا، وتتأكدوا انه المنتجات تبعت اللي وصلناها كلها اعشاب ربنا خلقها بتغذي البشرة والشعر. هلا بدي انتقل انه اعمل ايش القسم النهائي اللي هو الكريمات والماسكات. وهيك ما شاء الله تقريبا المرحلة قبل النهاية لعمل الكريمات والمسكات للبشرة. شايفين كيف سبحان الله، شايفين كلها جزر، شمندر طبيعي، صبار، حمضيات، اللون والرائحة كلها طبيعية يا سماعة الخير. حبيت افرجيكم بهذا الفيديو، وان شاء الله ربي ينال اعجابكم. وهلأ بقى جاهز انه للتعبئة بعبوات خاصة فيه. بعد ما عبيه بفرجيكم اياه. تحياتي للجميع مرة اخرى. وبهيك متابعينا الاعزاء بتكون المرحله النهائيه اكتملت، اللي يعني كيف انه اصنع الكريم والماسكات والصوابين وغير ذلك من المنتجات الطبيه اللي بتخص البشره والشعر. هيك حفرجيكم هلا كيف هتكون النتيجه النهائيه. هيك يا متابعينا بتكون المرحله النهائيه تقريبا اكتملت، شايفين كيف اللون الطبيعي سبحان الله، الريحة كتير كتير طبيعية، وعشاب طبيعية، اللون طبيعي والريحة طبيعية، تتخلل مسامات البشرة. هيك جاهز الاستخدام، زيوت طبيعية لتكون مادة حافظة. بالإضافة ان المادة حافظة ايضا يتغذى البشرة. وهيك نكون جاهز للتعبئة. وبهيك بيكون الكريم جاهز للتعبئة. خلصنا، ان شاء الله هيك يكون نال اعجابكم. بشجع اي شخص انه يستخدمها، واي شخص بحب يتواصل معايا الاتصال على رقمي حنزله في البوست، او ارسال رسالة على الخاص. وايضا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير
للفيديو والاشتراك في القناة، وتحياتي.